السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم. نبارك لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمراجعنا العظام، وللأمة الإسلامية، ولكم إخوتي وأخواتي. هذا اليوم العظيم الذي تزامنت فيه مناسبتان مفصليتان في التاريخ الإسلامي، ألا وهما مناسبة نزول آية الولاية عقيب تصدق أمير المؤمنين بخاتمه، هذه الحادثة وهذه الواقعة التاريخية التي أعلنت السماء من خلالها حالة طوارئ، فلا بد أن نبتهج فيها، ولا بد أن نأخذ الدروس والعظات والعبر. وقد تفضل مشكورا أخونا الفاضل الدكتور بهاء الوكيل حفظه الله في تسليط الضوء على بعض مفاصل هذا الحدث القرآني العظيم، وهذه الواقعة التاريخية الإسلامية المهمة. والحادثة الثانية التي تزامنت مع حادثة التصدق بالخاتم هي حادثة المباهلة التي وقعت في نفسي هذا اليوم في سنة أخرى، وهذا التزامن لم يكن تزامنا اعتباطيا أبدا، وهذا التلاقي بين حادثة التصدق بالخاتم ونزول آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أن تتزامن هذه الحادثة مع حادثة المباهلة، هذا ليس شيء صدفة على الإطلاق، وإنما ثمة ترابط كبير بين ما قام به أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام من التصدق بالخاتم، حتى أن الله تبارك وتعالى ثبت ذلك في محكمات الشرائع كما يقول حسان بن ثابت، وبين حادثة المباهلة التي تصب في نفس المصب، حيث قال الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيه، يعني في نبي الله عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المباهلة من أهم الأحداث الإسلامية التي حدثت في الصدر الإسلامي الأول، ولهذا الحدث الإسلامي ألهام عدة أبعاد، نذكر أهمها. البعد الأول بعد يظهر لنا عظمة الإسلام في تعامله الحضاري مع سائر الملل والنحل والأديان الأخرى، هذا اللي نحن بأمس الحاجة اليوم إليه. البعد الثاني في حادثة المباهلة هو بيان أولوية وأحقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته، يعني بعبارة تستطيع أن تقول بأن المباهلة إنما هي دليل من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله. البعد الثالث
في حادثة المباهلة بعد يعطي في الواقع دلالة راسخة على إمامة أئمة أهل البيت، إمامة أهل البيت، إمامة علي والحسن والحسين، وإذا ثبتت إمامتهم بنص القرآن وحادثة المباهلة فإن ذلك يثبت إمامة أبنائهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن البعد الثالث إثبات أحقية إمامة أئمة أهل البيت ودور فاطمة الزهراء في حادثة المباهلة، هذا الدور العظيم الذي سوف نبينه إن شاء الله. قبل هذه المحاور الثلاثة لا بد من مقدمة حول مسألة المباهلة. المباهلة في أصل اللغة معناه الملاعنة، يقال باهلت فلانا أي لاعنته، ومعنى المباهلة أن يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا، وفي القرآن الكريم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وابتهل في الدعاء إذا اجتهد فيه، المبتهل الإنسان المجتهد، يقال فلان مبتهل في عمله يعني مجتهد فيه. وأيضا الابتهال يأتي بمعنى التضرع والخشوع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تاريخ وظروف المباهلة التي حدثت في يوم 24 من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، مما يعني أن الدولة الإسلامية أرست قواعدها وأحكمت أسسها وثبتت دعائمها، وهذا الحدث يمثل منعطف تاريخي هام ومفصلي في التاريخ الإسلامي. وأسف أن الإسلام لم أن المسلمين لم يسلط الضوء، والتاريخ الإسلامي لم يسلط الضوء على حادثة التصدق بالخاتم، على حادثة المباهلة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انقادت له العرب، أرسلت الرسل لأجل أن يرتبوا علاقتهم مع الدولة الفتية السماوية. النبي أرسل رسائله ودعوات إلى الأمم، وكاتب الملكين كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسلام. نعم، أصبحت الوفود من الأقطار والأمصار تجي وتدخل إلى الجزيرة العربية، تتوافد على المدينة المنورة حتى ترتب علاقتها مع الدولة الإسلامية اللي بسطت نفوذها على كل الجزيرة العربية. مبعوث رسولنا صلى الله عليه وآله لما وصل إلى إمبراطورية فارس مزق الكتاب وحمل في خرجين معين تراب للرسول الذي بعث من قبل النبي وأعاده. لما بلغ الرسول ذلك وماذا صنع هذا الحاكم؟ قال مزق كتابي فسوف يمزق الله ملكه. حمل مبعوثي ترابا فسوف يملككم الله ترابا. لاحظ الحكمة، الحكمة كم لها دور كبير إخواني أخواتي في إنجاح مهمة المهمة الفردية والمهمة الاجتماعية. الإنسان الحكيم، الإنسان المدبر يحول الظاهرة السلبية
إلى ظاهرة إيجابية، وإن كانت هي في بوادرها ظاهرة سلبية، لكن يحاول يتغلب على السلب السالب ويجعل من الأمر أمرا إيجابيا. بالفعل حدث ما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بالطرف المقابل ملك إمبراطورية الروم قال: أنا رجل سياسي ولا علم لي بأمور الدين، أحيل الكتاب إلى عاصمتنا العلمية، أنا ذاك كانت نجران، نجران الفعلية، أحيل هذا الكتاب إلى العاصمة الدينية، إلى الحوزة العلمية حتى هي تأخذ القرار، لأن القرار قرار ديني وليس سياسي، أمر ديني، أمر سماوي، وأنا لا أستطيع أن أتدخل فيه. لما وصل الكتاب إلى نجران، في الواقع عقدوا عدة جلسات، أهانهم الأمر كما يذكر المؤرخون. قام أحدهم وقال من كبار الأساقفة والقساوسة، قام أحدهم وقال: هذا الرسول الذي نجده مكتوبا عندنا في الإنجيل في الكتاب المقدس فلنؤمن به. قالوا: هو ما تقول، ولكن فيه مشكلة واحدة. ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ قالوا: أنه عربي. لاحظ لما تدخل الأنا في الذات وفي القرارات تفسد كل شيء. اتفقوا على أن يرسلوا 40 رجل من خيرة أحبارهم، من أجملهم وجها وأحسنهم منطقة وأكملهم لباسا. قاموا بتشكيل هذا الوفد ويضم أصحاب الاختصاص في دراسات الأديان السماوية طبيعة الحال، وعنده لازم يكون معرفة بحقائق النبوة، بالبراهين، بالدلائل، بالحجج، بالرسل، بالأنبياء، بالكتب. وبالفعل خرج ذلك الوفد للقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللحوار معه. من هنا ندخل في صلب حديثنا، المحاور الأولى. المحور الأول يرتبط بكيفية تعامل الإسلام الحضاري مع الأديان الأخرى، ولا بد من أن أسجل هذا الموقف على بعض من ينتقد. عندما تريد أن ترتب علائق جيدة مع الآخر، هنا تقوم القائمة، والبعض يعتبر ذلك خروج عن الدين، والبعض يعتبر ذلك قلة كذا إيمان ووعي وإلى آخره. لكن تناسينا مبادئنا، وتناسينا ديننا، وتناسينا تاريخنا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعامل مع نصارى نجران تعاملا حواريا رائعا لا يمكن أن تعرفه، أن تعرفه مجتمعاتنا اليوم. وأنا أصرح وأؤكد بذلك، حتى مجتمعاتنا اليوم ربما هذا عليها جدا قاسي أن تتعامل بكل هذا التعامل. هذا يدلك على مدى البعد عن ثقافة الإسلام ومدى الهوة الشاسعة بين تعاليم الإسلام، بين مبادئ الإسلام، وبين التطبيق العملي الخارجي. ربما يأتي البعض ويشمئز إذا صار ارتباط في الدائرة الإسلامية، لا بل في دائرة المذهب. إذا رتبت علائقك كحوزة وكمثلا منظمة دينية، كمركز ديني بين جماعة أخرى من نفس المذهب،
من نفس من يدين بولائه لأهل البيت. ماذا حدث؟ على أي حال عندما وصلوا إلى المدينة حضر وقت الصلاة، دخلوا المسجد ومارسوا الطقوس الدينية بكامل راحتهم، مما أدى إلى استياء الكثير من المتأسلمين اللي يدعون الإسلام إذا ممارسة النصارى، بالخصوص أنهم ضربوا الناقوس، وممارسة ضرب الناقوس مثلاً واستخدام الطبول وإلى آخره. أراد بعض المسلمين أن يمنعوا النصارى من ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرواية قال دعوهم، فأتاح صلى الله عليه وآله لهم أن يمارسوا شعائرهم الدينية في مسجده، المسجد النبوي. هذا التسامح وهذا الانفتاح على الآخر الذي أفاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إتاحته لهم بممارسة طقوسهم وعباداتهم التي يعبدون، هم يعبدون الله تبارك وتعالى في مسجد النبي، مع قناعته الكاملة بأن تلك العبادة عبادة محرفة، عبادة باطلة، لكنه حفظ لهم عقيدتهم وحفظ لهم رأيهم. هذا هي سماحة الإسلام، هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أروع الدروس، هذا من أعظم العبر. إخواني وأخواتي، لا ينبغي أن نمر على هذه الحادثة مرور الكرام. للأسف اليوم إحنا في دائرة المذهب، ربما لا يطيق بعضنا البعض الآخر، وهذا من أكبر العيوب، وهذا خلل منهجي كبير يفضي بنا إلى التمزق، يفضي بنا إلى التشرذم. اليوم المسلمون يحتاجون إلى لب الشم في التعامل حتى مع الأديان الأخرى. الأديان الأخرى هي أسرة واحدة، الأنبياء أسرة واحدة. نعم، النبي فسح لهم المجال لممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وهذا ما أفاده القرآن الكريم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا فيه دلالة واضحة على أن ممارسة الطقس مباح إذا ما كان فيه اصطدام مع مذهبي وديني واعتقادي وممارستي، فهذا لا إشكال فيه، هو يعتقد بذلك. طيب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الحرية في الحوار. بدأ الحوار، لما بدأ الحوار احتج النصارى على نبينا صلى الله عليه وآله في إثبات ما يعتقدون، احتجوا بدليل، وهذا الدليل كانوا يعتقدون بأنه دليل وبرهان قوي. شنو دليلكم؟ قالوا دليلنا أن عيسى عليه السلام هو الله، والدليل على ذلك أنه ولد من غير أب. طيب، لاحظ، هذا دليلهم. ليس لديهم في جعبتهم هؤلاء الأربعون أو السبعون على اختلاف الروايات ما تمخض عن أدلتهم كلها أن عيسى هو الله، والدليل على ذلك أنه ولد من غير آب. هذا بالتأكيد كرامة ومعجزة لعيسى تدل على حقانية نبوته. فكما أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه يبرأ الأكمة، يشفي الأبرص، كما أن عيسى يحيي الموتى، وكما أنه أيد بجبرائيل، فإنه أيضا ولد من غير أب، تكريما
بوجوده المقدس، بالإضافة إلى أنه من أولي العزم من الرسل، وبالإضافة إلى أنه أمه السيدة مريم الصديقة الطاهرة المطهرة. أما إثبات جهة الألوهية لهذا النبي العظيم فهذا الذي كان مورد للاختلاف بين علماء النصارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ركز على أن حقائق الأديان السماوية تؤكد على أن جميع الأنبياء والرسل إنما هم عباد صالحون لله. أيدهم الله تبارك وتعالى بالدلائل والبراهين. طيب، هنا عندما قالوا له ذلك نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية من دلائل، من غرر آيات القرآن الكريم اللي تبين فيها بأن عيسى إذا كان قد خلق من غير أب بالأمر الإلهي التكويني الإبداعي، فآدم عليه أفضل الصلاة والسلام أجدى وأحق أن يتخذ إله من دون الله، نستجير بالله، أن يتخذ إله دون عيسى، لأن آدم خلق من دون أب وأم، وهكذا حواء. لاحظ هنا الطرف المقابل عندما رأى الحجة حجة بالغة وقوية اعتمد على منهاج آخر، منهاج الاستهزاء. وهذا دائما شوف، عندما يصير الإنسان إلى الاستهزاء اعرف حجته داحضة، اعرف حجته باطلة. عندما قال لهم رسول الله ذلك قال أحدهم للنبي إنك تكذب، والنبي كان حي، فأطرق رسول الله ولم يتكلم بشيء، فعرق وجهه واحمر، فنزل عليه الوحي بهذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلنعرف منه الكاذب. ماكو، لا يوجد إلا المباهلة، والمباهلة تعني الملاعنة. وبالفعل هؤلاء النصارى باشروا بالقبول وقالوا لقد أنصفتنا يا أبا القاسم، أنصفتنا. طيب، هذا البعد الأول. البعد الأول البعد الحضاري في تعامل الإسلام مع الآخر، خلاهم يمارسون طقوسهم، حاورهم بحوار شفاف منطقي، لم يستحوذ عليهم، لم يرهبهم إرهابا فكريا. البعد الثاني دلائل وصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال حادثة المباهلة. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا، ينادي في أرجاء المدينة، من أراد عز الإسلام ومن أراد أن يرى ذل أعداء الله فليشهد يوم غد، يوم المباهلة. النصارى جالسين في المسجد ويسمعون الأصوات تتعالى من أزقة المدينة المنورة. تعجب النصارى وقالوا إنه رجل واثق من نفسه. قضية مو قضية في الواقع
هزأ، قضية جدية. فقال كبيرهم، كان اسم العاقب كما جاء في بعض الروايات، قال لاحظوا إخواني أخواتي هنا هذا الدليل، دليل على صدق النبوة. قالوا قال لهم كبيرهم فلننظر إلى أبي القاسم يخرج بمن. إذا خرج بكبار أصحابه أهل الكبكبة وكبار مستشاريه وكبار أنصاره، فهذا علامة على أنه باطل. وأما إذا خرج بأهل بيته فهذا علامة على أنه على حق، فلا تباهلوه. قال لهم إن جاءكم محمد بأهل بيته فلا تباهلوه فإنه محق، وإن جاءكم بأصحابه فباهلوه. طيب الكل منتظرين الآن، المسلمون منتظرون ونصارى نجران منتظرون كيف يطل عليهم النبي. فلما أصبح الصباح في مثل هذا اليوم، يوم 24 من ذي الحجة، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. خرج بمن؟ خرج بمن؟ وهنا نسأل المسلمين في العالم، خرج بأحب الخلق إليه، وقال يا رب لو كنت أعلم ثمة أحد أحب إليك من هؤلاء لخرجت به. خرج بعلي والحسن والحسين والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليه، بتلك الأنوار الخاصة، وهذا لا ينكره أحد، وهذا يؤكده القرآن، هذا يؤكده الذكر الحكيم. فمن حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هل يشك شاك؟ هل يتردد متردد؟ هل يرتاب مرتاب في أن رسول الله خرج بغير هؤلاء؟ خرج رسول الله وأمامه في الواقع حامل الحسين على صدره وبيده الحسن وخلفه فاطمة وخلفها علي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أنا أدعو وأنتم أمنوا. إحنا بدأت علامات العذاب بالنزول. قال أسقف نجران يا معاشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألت الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. فلا تباهلوهم فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيا إلى يوم القيامة. أفلا ترون الشمس تغير لونها والأفق تتجمع فيه السحب الداكنة والرياح تهب هائجة سوداء حمراء، ألا ترون ذلك؟ هذه الجبال تتصاعد منها السحب الدخان. لقد أطل العذاب، فلما رأوا الحق بأعينهم لا شبهة فيه ولا مرية عادوا خاسئين، طأطأوا رؤوسهم لهذه الحجة التي أدلى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا محمد إن الله بعثك رحمة للعالمين، إننا نريد أن نجري صلحا بيننا وبينك. فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله على أن يدفعوا الجزية.
على أن يدفعوا الجزية. نعم، النبي رحمة للعالمين، لرب قائل يقول: لماذا لم يباهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي كل شيء؟ لا لا أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. البعد الثالث في حادثة المباهلة هو إثبات إمامة أئمة أهل البيت والدور الذي قامت به فاطمة الزهراء. أولا، أحقية أهل البيت، دلالة آية المباهلة على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأول من استشهد بهذه الآية المباركة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما احتج في الشورى على الحاضرين بجملة من أحقيته وأولويته، فكان من ذلك أنه ذكرهم بآية المباهلة وكلهم أقروا بذلك وصدقوا ما قاله أمير المؤمنين. هذا احتج في الشورى، ومروي أيضا في كتب الآخر بشكل متضافر، وروايات أخرى أيضا للمأمون العباسي سأل الإمام الرضا سلام الله عليه: هل لك من دليل على من القرآن على إمامة علي وأفضليته على بقية الصحابة؟ فقال له الإمام: نعم، آيات من القرآن كثيرة، وذكر منها: وأنفسنا وأنفسكم. قال: أنفسنا، عنا به النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما أمر بأن يخرج مع فاطمة والحسن والحسين وأمير المؤمنين. هذه الآية تشير إلى هذه المنقبة، لم يخرج رسول الله إلا علي، فكان علي نفس رسول الله، نفس رسول الله، فإذا غاب النبي يقوم من هو نفسه مقامه. هذا بالمعنى الحقيقي. المراد أن أنفسنا وأنفسكم، أن رسول الله يصرح كما صرح الوحي أن عليا هو نفس النبي، فإذا ارتفع النبي إلى الرفيق الأعلى أقيم من هو نفسه مقامه. هذا أولا. ثانيا، إن أهل البيت، إنهم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله تبارك وتعالى يقول: قل تعالوا ندعو أبناءنا، نساءنا، أنفسنا، ولم يقل من أبنائنا، لم يقل من نسائنا. هذه نقطة أرجو الالتفات إليها إخواني وأخوات، يعني إنما حصر قل تعالوا ندعو أبناءنا، يعني كل من يصدق عليه أبناء النبي هم الحسن والحسين، وكل من يصدق عليه نساء النبي هو فاطمة الزهراء من أهل البيت، وكل من يصدق عليه نفس النبي هو علي لا غير. فالكلام حصري للأبناء وللنساء وللأنفس من أهل البيت سلام الله عليه، من أهل البيت لا من خارج أهل البيت. رب هنالك نساء للنبي لكن من خارج أهل البيت، رب هنالك أبناء للنبي لكن من خارج أهل البيت. يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، لا سيما أن الآية بدأت بقوله: فإن حاجك فمن حاجك، فالخطاب للنبي نفسه، والأبناء والنساء والأنفس خاصة به كذلك. فلما حضر ومعه أخوه علي بن أبي طالب بضعته الزهراء سبطاه، دل على أن آل محمد
هم هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء سلام الله عليهم. ثالثا أنهم مع سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب اليقين المطلق بحقائق الرسالة وعلى إدراك تمام الحقيقة، ولولا هذا اليقين ولولا هذا الإدراك لما كان الله تبارك وتعالى ورسوله ليجبرهم على أن يباهلوا معه وتنزل عليهم مثلا ما ينزل، وحاشا لله ولرسوله من ذلك. وأما الدور الذي قامت به فاطمة الزهراء هو دور عظيم. أولا لا يشك مسلم أن هذه الآية تشمل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهي النساء، هي النساء. اثنين، الله تبارك وتعالى فضلها على جميع النساء، فلم يخرج النبي أحدا من نسائه إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ثالثا الله تبارك وتعالى ذكرها بصورة الجمع، قال نساءنا، وصيغة الجمع تدل على التكريم وعلى التفضيل وعلى التبجيل. رابعا جاءت بين الأبناء والأنفس، مما يعني هنالك، مما يعني أنها تشكل الرابط بين النبوة وبين الإيمان.